حاجة بقى عمالة بتحصل امبارح وتحديدا في محافظة الاسكندرية، والحقيقة مش مفهوم ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل ده؟ هل هي حاجة مقصودة ولا ده اهمال؟ خصوصا ان لغاية دلوقتي ما خرجش اي تصريحات رسمية تفيد اللي حصل ده حصل نتيجة ايه. يعني احنا تعودنا مثلا اللي بيحصل ان في حرائق في اماكن مختلفة، في مناطق مختلفة في محافظة الاسكندرية، حرائق بتاكل اكشاك صغيرة بتاعت باعة صغيرين بياكلوا منها عيش وبيسترزقوا، تتحرق فيروح معاها شقة عمرهم، ولغاية دلوقتي مفيش تفسير واضح ايه اللي بيحصل. هل ده صدفة؟ هل بدل ما نقول للناس اخلوا وشيلوا ومشاكل ويصور فيديوهات وينزل على السوشيال ميديا ونطلع نتكلم، فالاسهل انه يروح مولع فيها عشان تبقى فضيت؟ انا بحاول احط سيناريوهات مش اكتر. لما بيحصل عاده حريق في مصنع، في مخزن، في شركه، في معرض، زي ما يكون يقول لك ايه ماس كهربائي، اتعودنا. لكن حريق ياخد حوالي 5 اكشاك موجوده عند جنب ايه؟ جنب على طول مبنى اداره غرب التعليميه في اسكندريه، ده اللي غريب شويه. طبعا في مجموعه فيديوهات ممكن نشوفها، انا بقول لكم في اكتر من مكان. الفيديو اللي هنشوفه ده للاكشاك بتوع الباعه الجائلين اللي ملاصق لاداره غرب التعليميه بالاسكندريه. تعالوا نشوف ونرجع نكمل. بالنسبة للي حصل زي ما قلت لكم في أكشاك الباعة الجائلين اتدمرت، خلاص اتدمرت، ده محدش يعرف يجيب فيها باكوين بسكوت حتى ويحطهم، ده لازم بقى تتشال ونشوف بقى بإيجارات جديدة بأرقام جديدة للبيع هيكون إيه، الله أعلم. ده امبارح. من يومين برضو يحصل حريق ضخم، حريق ضخم جوه نادي المعلمين اللي موجود طبعا على كورنيش الاسكندرية. احنا خلصنا من النيل والمشاكل اللي مع القضاء والجهات المسؤولة والمعنيين وبتوع السياحة والفنادق عشان عايزين المقرات والنوادي اللي موجودة على النيل مباشرة، ففجأة يحصل حريق في نادي المعلمين اللي على كورنيش الاسكندرية. تعالوا نشوف. طبعا شفتوا حريق ضخم ازاي، حريق ضخم وكبير ازاي. ادي الحريق، وقبلها
بشوية قبلها بشوية كان في حريق كبير جنب نادي المعلمين برضو، على الكورنيش برضو، صف أول على البحر برضو. فكده الكافيه وبعدها بشوية الـ 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 النادي بتاع المعلمين. أصل المعلمين دول بالنسبة للدولة مش مهمين، بالنسبة للحكومة مش مهمين. ايه المعلمين اللي عمل لهم نادي على البحر على طول وعلى الكورنيش؟ ما انا ممكن ادي لاحدهم مثلا واخد منه مبلغ وقدره، ادي لدوله معينه تعمل مجمع كبير منطقه سياحيه على البحر مباشره. ممكن ممكن. تعالوا نشوف قبلها بكم اسبوع تحديدا 8 نوفمبر الحريق الكبير اللي حصل جنب نادي المعلمين مباشره. طيب ده كده منطقة الكورنيش، مكانين هم كبار. من أسبوع تحديدا 25 نوفمبر كان في حريق كبير، حريق ضخم، خلص على معرض كبير أو محل كبير لبيع الملابس في قلب محطة الرمل. كل الحرايق الغريبة اللي ملهاش تفسير لغاية دلوقتي اللي حصلت من يوم 8 نوفمبر حتى الآن، الوحيد اللي بالنسبة لي ممكن يخرج بره علامات الاستفهام هو محل الملابس اللي في محطة الرمل. لكن اللي مش عارفة أفهمه، هل هي صدفة؟ هل هي صدفة إن كافيه كبير موجود على البحر في منطقة سيدي جابر ويجي بعدها بشوية بعديه على طول مجاور ليه يحصل بعدها بثلاث أسابيع حريق كبير وياخد برضو نادي المعلمين؟ طيب فين المسؤولين من اللي بيحصل؟ هل مثلا حصل تحقيق لما الكفيل ده اتحرق ووصلنا لنتيجة عشان ما يتكررش في النادي اللي جنبه؟ هل ده حصل؟ هل حصل مثلا تحقيق في ايه اللي حصل بالظبط في الأكشاك اللي جنب الإدارة التعليمية عشان نعرف ايه السبب؟ حقيقة مع كمان ان ما بقاش فيه ثقة في النظام ولا ثقة في الدور الحقيقي للحكومة، ده بيخلينا مش قادرين نفهم ده صدفة ولا عن عمد ولا الإهمال هو السبب في ده.